بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موانئ كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على الله الله الله.
درجات منه ومغفرة ورحمة. وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا عفوا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى فقد وقع أجره على الله. حصلت ألف بركة على ورا. وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الله
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة ولتأت طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Thank you.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإن وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما يرجون. وكان الله عليما حكيما.
حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. الله 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 يكرمك ويفتح عليك. صلاة النبي ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا تكن واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وكان الله بما يعملون محيطا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الله أكبر يا نور النبي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي بريئا فقد احتمل
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم.